في سنة من السنين سوينا تجمع شباب فلة بس، سواء موظفين موبايلي ولا شباب نعرفهم كده من برا حركات فلاويين. جينا كلمناهم قلنا لهم تعالوا نطلق خدمة موبايلي فلة. موبايلي فلة هذه أجدد خدمة من موبايلي، تشترك فيها ببلاش وتستعملها ببلاش، تعطيك 3000 دقيقة مجانا بينك وبين أي واحد تاني مشترك في فلة. يعني تروح عند خويك تقول له تبغى نتكلم ببلاش طول عمرك طول الشهر، يقول لك إيه، تقول له طيب اشترك في فلة وأنا وأنت بنتكلم ببلاش ولا بتدفع ولا ريال. المهم جو الشباب، قعدنا لعبنا شوي، تكلنا شوي، فلناها، اشتغلنا وعرفوا وش هو فلة، ورناهم الإعلان، انبسطوا. في كم واحد كذا مشهورين جبناهم بعد في الإعلان، بتشوفونهم انبسطوا على الإعلان مرة كثير. في عندنا موقع، هذا الموقع إذا رحتوه بتشوفوا كل شيء عن فلة، كم دقيقة باقي لكم تستعملونها، وفي كمان مهمات أعطناكم إياها إذا تبغوا تستعملونها وتدخلوا في التحديات حقتنا، ممكن تزودوا عدد دقائق بالملايين لكل أحد ولنفسك، ونعطيك جائزة فوقها بعد. مش تبي أكثر من كذا؟ مرة فلة. فوق كل هذا في أبليكيشن، إذا عندك أندرويد، إذا عندك آيفون تقدر تستعمله. أبليكيشن هذا بكل بساطة تحمله وبيوريك مين من الأرقام المخزنة في موبايلك مشترك في فلة، وخذ لك مكالمات للصباح أو للليل حسب ما تنام، وكلكم على نفس الخط بس. فلة.موبايلي.com.sa